مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من درس 3D Reflections. نروح نعمل Composition، خلاص عملناها، نروح ل Layer New Solid. اللير دي هتبقى البي جي او الباك جراوند. هعمل باك جراوند بسيطة خالص، خلاص عن طريق الرامب، وممكن اقلل الغامق ده شوية وافتحه كده شوية. تمام، اجي ده مثلا اخليه واخد كحلي، واجي ده مثلا اخليه واخد الدرجة دي كده. اجي بعد كده عايز اعمل الفلور دايما تعملها بمساحة كبيرة عشان تتفادى بعد كده موضوع انك انت تعمل سكيل. خلاص خلي دي مثلا 3500 × 3500، ودي هنسميها فلور. هنعملها F4 ونعملها 3D على طول. مجرد ما تعملها 3D تروح للروتيشن وتقلب على الاكس ب 270 درجة. تعالوا بس الاول قبل ما ننسى ناخد التكست بتاعتنا نحطها عند الفلور بالشكل ده كده. واحد يقول لي طب هي جت معاك كده ازاي مظبوطه؟ اقول لك لان انا لما جيت اعمل التكست لو تفتكر عملت لها الاينمنت مع الخط ده. هو مفترض يعني تمام ان هي تكون اولا انا عايز اربط الريفليكشن ده بالتكست كومب دي عشان لما ارفع دي التانيه ترفع ورا. انا ممكن ارفعها فوق شويه كده، هو ده المفروض يتبعه تغيير في الماب بتاع البلار، بس مش مشكله انتوا عرفتوا التكنيك فما اعتقدش الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لكم. يعني ممكن يبقى كده، اعتقد انه كده تمام. طيب نيجي بعد كده كل اللي احنا هنعمله ان احنا بس هنغير زاويه الكاميرا مش اكتر. هنروح للاير نيو كاميرا وبحاول وعلى فكره طالما انت عندك مشهد وايد زي ده او مشهد بعيد زي ده في انعكاس وكلام من ده، خلي الانجل من 24 ونطلع فوق بس ما تزودش قوي. يعني خلي مثلا 24 خلاص، ونقوم عاملين اوكي. نروح ل الفيو او الانجل فيو. تمام، ومجرب بس ان انا اعمله بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده، حاجه بالشكل. طبعا الفلور ممكن ناخد لها الكالر سوليد بتاعها، ناخده من هنا بحيث يبقى اللون كانه واخد من بعضه كده. وعشان نميز الفلور عن الورا نعمل كنترول دي للفلور خلاص، ونحط عليها جريد عشان نعمل فيها زي شبكه. طبعا كنترول دي لان لو كنت حطيته على الفلور دي كان شالها، فانا عملت كنترول دي. وتعالوا للويث سلايدر عشان نتحكم في العرض بتاع الجريد، حاجه مثلا بالمنظر ده كده. والبوردر نصغره شويه حاجه بالشكل ده. ممكن نعمل نخلي ده مثلا وليكن له واخد لون برضو من نفس التدريجه، ونعمل F4 ونخلي البلند مود. طالما انا عايز حاجه فوق حاجه اشتغل في الاوفرلاي سوفت لايت هارد لايت، يعني في الحته دي انا هخلي مثلا سوفت لايت، لا ما ينفعش سوفت لايت، ممكن اوفرلاي. شكل كده هرجعه ابيض مره تانية بالشكل ده كده. طب لغايه كده تمام، بس لسه عايز اضاءه. F4 عايز اضاءه. لاير نيو لايت، هاخد البوينت لايت خلاص واعمل اوكي. طبعا ارفع بس الانتنسيتي بتاعته حبه واحطه بالشكل ده كده. ابدا بقى ان انا ارفع اللايت خلاص، والاكتر من كده كمان. اولا عايز اظبطه يبقى مظبوط، غير كده عايز اروح للتو فيوز خلاص، وارجع اللايت ده لورا للاخر بالمنظر ده، وارفعه لفوق سنه بالشكل ده كده. طبعا بالشكل ده كده يبقى التكست ما نورتش،
تمام. طيب ايه اللي هينور التكست؟ مبدئيا واضح ان الانتنسيتي عايزه تترفع شويه، فانا هخليها 300 حاجه بالمنظر ده كده مثلا، بحيث يدي شكل. الحاجه الثانيه عاوز احط فيل لايت او ضوء عام. الضوء العام ده طبعا لو في ناس شغاله 3 دي اكيد عارفه، في حاجه لما بتيجي تعمل نظام اضاءه بتعمل في حاجه اسمها 3 بوينت لايت، بيبقى فيه سبيكولر لايت، بيبقى فيه فيل لايت خلاص، وبيبقى فيه المين لايت او الفرونت لايت. احنا هنا عايزين نعمل الفيل لايت. الفيل لايت ده المفروض هو ضوء غير معلوم المصدر، يبقى الامبيانت لايت. وما ترفعش الامبيانت لايت قوي عشان ما يبوظش الدنيا، كبير و30 50% بالمنظر ده كده. لو ضغطت اي اي واحتاجته ان انا ارفعه شويه ارفع بس بحساب وبالراحه عشان ما يبوظش الدنيا، يبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا ممكن اجي بالكاميرا وانزل بالكاميرا بالشكل ده، ممكن للفلور، الفلور دي ممكن اجي للسوليد سيتنجز واخليها 4500 ماشي. ولو انا عملت اس تمام وكبرت بس السكيل على اكس هلاقيها بالشكل ده كده. طبعا هنا 150، انا كل ده عمال بكبر في الجريد خلاص. ودي هعمل اس هخليها 100، لا هشيل كده بس واخليها 150، واخلي دي 100% واخلي دي 100% عشان تبقى كل حاجه مظبوطه. واساسا في السوليد سيتنجز هخليها 4500 عشان كده تبقى الدنيا تمام، مفيش فيه اي مشاكل ومعنديش اي مشكله. فاضل بعد كده ان انا اتحكم في الخامه بتاعه الارضيه. خلاص الخامه بتاعه الارضيه دي لو انا عملت اي اي في عندي حاجه اسمها ماتيريال اوبشنز، اللي يهمني فيها الامبيانت اللي هو الاشعاع، الديفيوز اللي هو التشبع، السبيكولر اللي هو اللمعان، الشاينس اللي هو اللي تقدر تقول عليها الاشراق او السطوع، الميتاليتي اللي هو ان كانت الارض عباره عن ميتال ولا بلاستيك. طبعا لو انا قللت الميتاليتي فالضوء هيضرب فيها بشكل زي ما انتم شايفين بشكل اقوى. خلاص الديفيوز لو انا عليته شويه هيزيد تشبعها بالضوء اللي حواليها. السبيكولر لو قللته شويه هيقلل الشايني او اللمعان بتاع الارضيه. الشايني زي ما انتم شايفين كده خلاص، لو زودته بيدي شاين او بيدي اشعاع بالشكل. طبعا لو انا قللت كمان الميتاليتي هروح للشكل اللي انا عايزه. طبعا ولا واحد من دول في كاست شادو، ما علينا مش مشكله. انا هقفل الباراجراف دي اللي مضايقه لي الدنيا. لو انا جيت ورحت على اللايت نفسه، نجرب بقى نحطه في مكان شكله مثلا نخليه كده، ونضغط اي اي نزود الانتنسيتي بتاعته ل 500 مثلا بحيث يديني الشكل اللي احنا شايفين زي هوت سبوت في الاخر. فاضل الريفليكشن اللي ما جاش. الريفليكشن ده لو انا قفلت، لو انا عملت سولو بس للتكست هنلاقيه موجود. لو انا عملت سولو للتكست، سولو للتكست الريفليكشن موجود. لكن اروح اعلي دي ل 100% عشان تبان عندي، انا حاببها تبان قوي. لكن مش موجود لما بتيجي الفلور. ليه؟ لان هو خلاص هو كده اخترق الفلور دي. طبعا 3D مع 3D لما بدخلهم في بعض بيخترقوا بعض. علشان كده اللي انا عايز اعمله ان انا عايز احط ديفايدر او سطح فاصل بين التكست وبين الفلور. وخلي بالك ان الافتر افكت بيعالج كل سيرفس لوحده او كل سطح لوحده. السطح الفاصل الوحيد اللي يعتبر ما بيترندرش خلاص كجسم اللي هو الادجستمنت لاير. هروح للاير نيو ادجستمنت لاير واخد الادجستمنت لاير بس تحت التكست بالمنظر ده كده عشان يبان الريفليكشن بتاعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اضافه بسيطه انك انت ممكن تروح للكاميرا، نضغط A شيفت مع B لان دايما بحب ان انا اعمل كي فريم للبوينت اوف انترست والبوزيشن، واروح عند 10 ثواني مثلا واضغط C عشان اجيب
الكاميرا ونعمل حركة كاميرا بسيطة بالشكل ده كده. خلونا كده احسن بالمنظر ده. طب خلوها تيجي من العالي بحيث تيجي بالشكل ده كده. اللي انا عايز بقى اعمله ان انا عاوز احط ضوء زيادة كمان. تعالوا بس نسمي ده بوينت واسمي ده فيل، وعايز اعمل لاير نيو لايت كمان، بس عايز اللايت ده يبقى سبوت لايت. الاندنسي بتاعته نرفعها بس شوية خلاص عشان يعمل لي زي اضاءة للاضاءة للتكست. طب انا كده مش شايف كويس، بمنتهى البساطة هروح للاير نيو كاميرا خلاص، ودي هسميها تيست كام بنفس الكاميرا الاساسية خلاص. طبعا هقفل بس الكاميرا الاساسية دي مؤقتا، وهاجي للتيست كام خلاص، وادخل بيها على كلمة بالشكل ده، واجي على اللايت اللي انا لسه عامله تمام، واسحبه لورا بالمنظر ده كده، وعايزه يتحرك بناء على الانكر بوينت بتاعته، برضه اسحبه لورا كده تمام بالمنظر ده. عايز اظبط نقطة الهدف بتاعته طبعا، انا كده مش شايفه اصلا. مفترض اروح لتوب، انا قلت توب ايه اللي جاب دول؟ ده انا فور فيو صحيح، وان فيو زي ما انا، واروح لتوب تمام، واروح للسنتر بتاع التكست بالظبط هنا كده. هي مش دي التكست برضو؟ هي التكست. اروح بعد كده للاكتف كاميرا خلاص، واروح لللايت وانزل باللايت كده تمام. تو فيوز هوريزونتال، واروح للبوينت بتاعته واعملها بالشكل ده كده. بعد كده كل اللي انا هعمله ان اروح لاير لايت سيتنجز، وهوسع بس الكون انجل بتاعه بحيث يدي سبوت او يدي لايت قدام التكست بالمنظر ده، وارفع الانتنسيتي بتاعته شوية. انا مش عايزه ضوء ابيض، خلونا في الى حد ما جراي تمام بالمنظر ده كده، والكون فيذر بالشكل ده واعمل اوكي. بعد كده ارجع للاكتف كاميرا واخليه وان فيو تمام. تيست كاميرا شكرا مش عايزها، وارجع للكاميرا بتاعتي خلاص بالمنظر ده كده، هلاقيها بالشكل ده. لو احنا جينا عملنا تيست ريندر سريع زيرو ونشوف الريندر بتاعنا عامل ازاي. شوف كده الريندر بسرعة تمام. ادي الريندر بتاعنا تمام. في حاجة بس عايز اضيفها يعني عشان نعمل زي جو شوية، هعمل اوبن جي ال اوف بس لان كان مبطئ الريندر حبتين. اللي انا عايز اعمله عايز اروح لللايت البوينت لايت، واضغط اي اي عشان اجيب الانتنسيتي، الت كليك واقول له ويجل 3.50
وانتر يا رب يدي الافكت اللي انا متخيله. انا عايز اعمل، عارفين، زي ما يكون ضوء في اوضه رعب كده بايد ويطفي. وبدأ يظلم شويه اهو، بس اعتقد 50 دي على فكره مش كافيه. مش 50 اللي مش كافيه، 3 دي اصلا مش كافيه، نخليها 8، و50 دي اخليها 80. تمام، نرجع تاني. هروح اظبط حاجه في الفاست بريفيوز، هي مور اكوريت، هخليها مور اكوريت، اكسبت رام بريفيوز والزوم فاستر، عشان يعني يبقى الموضوع اسرع شويه. شوف كده الشكل، طبعا ممكن ان احنا نزود القيمة بتاعت الويجل فيدي افكت تاني غير الافكت دوت. انتهينا. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من فريق عمل GFX Academy.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.